كان بدي اجيب رينج لايت بس ما جبته لكذا سبب، فانا عملت ضوء اللي انا بدي اياه. واما اذا بدي اشتري سوفت بوكس او هالانواع كتير كتير غالي، اذا بدي اشتري لي مثلا ضوء صغير حقه كمان يعني، خصوصا ازمه الدولار والاسعار طايره وبتعرفوا. فقررت انا اعمل ضوء، صراحه ما كلفني كتير وكتير، والنتيجه كانت مبهره واكثر كمان. ففعلا فرقت ارض للسماء يعني، الكاميرا اذا ما فيها ضوء يعني انا بعد هاللحظه صرت اقول الضوء قبل الكاميرا عن جد. طبعا هذا الليد اللي انا بصور فيه ليد طويل، انا جبت ليد صغير لانه عملي اذا بدي احمله يعني قد نص حجم هيدا ليد الصغير، مش هيدا، هيدا الصغير مثل ما نكون شايفين. هيدي البليت يعني هيدي اللي بحط عليها الكاميرا لهيدي الترايبود، بس انا ما بدي انزعها هيدي يعني، قلت بركي شي يوم بدي اجهز استعملها لانه هي ترايبود صغيره عندي وحده بس اكبر منها، هذيك هي احلى للكاميرا والهيد تبعها احسن. فشو عملت؟ رحت جبت كم قطعه بلاستيك قصيتها، انا من زمان هيك اتعاملها ورجعت ما استعملتها لاجا وقتها، شفتوا هذا البرغل الكبير هذا بتقدر تشد فيه مزبوط، وهيك يعني سوحتها لأسر بقى تلعب بالمرة. جمعنا كذا قطعة بلاستيك وكمشوا مع بعض، القلدي فوق بساعتهم بس بده يرجع يطب بيمشي الحال، فبطن بالحرارة بتمرقوا الكاوي من هون ومن هون ومن هون. ماشي، أنا عم بعطي بس الفكرة يعني، فيك تعمل غير هيك وارتب أحسن. أما هون جبنا خشبة وهذا هو بالضوء، فعلا كتير كتير قوي وكتير منيح يعني عن تجربة، ووصلني هون يعني بحب يشوفوا سيري. طبعا الاصفر لانه احنا بلبنان او بلدنا ما بنستعمله، بس الحامل بارد وهيك الظهر لانه الخشبه رفيعه فالبرغل اللي جاي معهم طويل، يعني هي هيدي بيجي لها مثل وحده بتتركب، شايفينها هيدي يعني بتشيلها بتركبوها هيدي. بنفس الوقت اذا خربت انا حاسس بحساب بفك اللاد بكبه بغيره يعني هيدي، بس يعني فيك انت يعني شوف قد حلوه، اذا ضو منه انتزع فيك تشيله وتكبه وتغيره. انا هذا اللي يعني انا بحب الشيء العملي وشيء بقدر اني استعمله. فكر انه اذا فيك تحط بدل هيدي البلاستيك بيكون احسن بالشيء العملي اللي تقدر تستخدمه لمدى طويل. شو ما عم بحط هيدي هون شايفينها، بس عم بشرح الفكره برجع بقول لكم فيكم تعملوا احسن من هيك وكنت تشتروا خالص يعني. بس انا بحب لانه البرغي راسه بجروح، فاذا حطيتها بالشنطه او احملتها او شيء حتى ما تجروح مش فاضي الشمع، بس لانه سمك الخشب مش كتير كبير فسمكته شوي هل طالع راس منه هيك. مثل ما نكون شايفين هذه ضوء صار يعني ضوء استوديو يعني مش هالدرجة مش لهالدرجة، بس انه صار ضوء منيح صار كل شيء مبين. خليني فرجيكم هون كيف شايفين قد صار وجهي واضح، شايفين على العين كيف هذا اللي انا اللي بيهمني، بس اللي بيهمني ما في شادوز لاحظته والضوء واضح، هذا اللي انا بيهمني معي عم بصور بالسيلفي على التليفون وحاملها بايدي، الصوره كتير تعيسه تبعيته شفته قبل وبعد، شايف الإضاءة دي مهمي أهم من الكاميرا. فقبل ما بدك تشتري كاميرا حسب حساب الإضاءة. أنا كتير مبسوط على فكرة بالنتيجة، ما توقعت هيك هالقد حتكون منيحة. أول شي جبت 4 ضواوة بس جبت 4 تانيين، فما بتعرف 8 لا طلعوا منيح بزيادة، ما بزيادة ما بدي أكتر من هيك، 8 منيح كتير كتير عجبوني على فكرة. الرينج لايت حلو وسعره هيك ببيعوا ستاند وهيك، بس الستاند اللي معه خسير كتير، والرينج لايت ما حيعطيني النتيجة المبهرة حتكون. وبعدين عم شوف ناس عم تصور بالرينج لايت منه هالضوء الاساسي اللي فيك تعتمد عليه، ضوء اساسي، يعني انا معي ضوء واحد ما معي ضوين، يعني اذا بعمل مثل هيدا 2 أو 3 خلص بعتقد ما بقى بحاجه لشيء، يعني انت صار عندك سيت اب محترم، وغير هيك ما حاطط عليه على فكره ورقه زبده او اي شيء يخليه ناعم، بس هو لحاله ناعم، بعرف شوي حد بعض المحلات هون بس انه منيح. وعندي هيدي ترايبود حاطتها على جنب، هي المهمه اللي بصور فيها فيديوز يعني اذا شيء، فمخلي هذيك الصغيره اذا كمان في استعملها هذيك حسب. بس هيدي خصوص هيدي احسن بعد، بس هيدي تقيلة ما في اخذها معي مثل هيديك تجيبها، طيب كل شيء له شيء. فهيديك خليت على الاضاءه والكاميرا اذا حبيت استعملها. شوف مثلا في حط انا هيدي شايفينها حطها هون بوصل للثاني، ونفس الشيء الطويله اللي فرجتكم عليها اول شيء هيدي هيدي الطويله نفس الشيء نفس الموضوع. بس كشغله اخيره اهم شيء يعني بقول لكم الخشبه ما تكون ارفع من هيك ما تصير شقوي، وثاني شغله البرغي يكون يعني سميك يعني شايفين حتى ما يهز اذا بحطه برغي واحد، وانا افضل برغيين حتى ما تهز، بس برغي ماشي الحال كافي، وانا بالنهايه ما حركها يعني حتكون ثابته يعني حتكون التصوير اندور لو هزيتها شوي منها مشكله يعني. المهم تكون انه شوي متين بدل وعمليه في انا حركها هي افتحها وبطيها وبطيها شوفها قد صارت عاليه ونص شي متر ونص ركب الحدود انا امتن بالضوء شوفوا الاجرام هتاخد منها منيحة وكمان فيكم الحلو هيك توصلوهم مع بعض.
كانوا شايفين بطنهم هيدي تجمعهم هو شوكي توصلهم. فين وصلناهم تجمعهم القطعة اللي هي هيدي هون حقيقي حطوها بيناتهم توصلهم مثل الرينج لايت. الرينج لايت لو كان كبير بيفضل دايما مش كإضاءة أساسية، بيعطي جمالية على فكرة إذا كان كبير واستعمل مزبوط بالبيوتي خصوصا، إذا استعمل غلط بيطلع بالعكس كتير مش حلو. حبيت أقولكم على شغلة، هلا أنا عندي وحدة مثل هيدي معلقة مثل ما أنتم شايفين معلقة يعني المحل ما بعرف بيشتغل إيه. ففي عندي كمان واحد مثله بس صغير مثل هيدا شفته علقته على الترايبود من هون، فصار عندي أوبشن حلو، صار فيه أنا بالترايبود يعني ضو هون وضو هون، بعدين هذا له فأسي يعني أساسا بس شكوا الكهرباء بيمشي. أنتوا لازمكم وحدة مثل هاي يعني هاي كتير حتعوزوها الفيديو هيدي، فأنا بشكة دغري الرسم عارف أموري تمام. صارت معالم وجهي واضحة كتير وبعد ضو صغير يعني بعد هيك النابل ضو كبير هون، صار عندي ضو هون وضو مربع. الرينج لايت بيعمل دائرة فهيك أحلى بحس. هذا بالتليفون بالكاميرا حيطلع أحلى بكتير بعد. يعني انت فيك صار تحطها بالشنطة، صار يعني بورتابل فيك تركبها على الترايبود يعني سهلة التركيب، غير الشغلة فيك تفك اذا خرب شي ضو فيك تغيره يعني سهلة التصليح. شايفين برا دايما شو عم بيحطوا مثلا كيف تظبط الاضاءة بقولك حط ضو لزق لك شي شغلة، هذا مش حل، بدك شي انه يكون عملي منيح تقدر تستعمله، اذا خرب ممكن يتصلح او لا، تركيبه سهل فيك تحمله وبعرف شو والقصص يعني بشكل عام يكون عملي الشغل اللي عم تستعمله، يعني مش انه اذا والله خرب الكب او بدي اقعد اتلبك ومش جديد ارجع اسوي. عرفت الخلاصة انه كانك عم تشتري شي جاهز بس بشكل شوي اقل، بس انه عم يعطي نفس النتيجة ومنيح. انا هذا اللي بدي اوصلكم اياه، مين ما كان بيجي بركب الدور، بس هي الفكرة اول مرة انا بخترع بالي، مش لا قبل على اليوتيوب هيك فكرة الموضوع هي موجودة وسهلة بس ما تخطر على البال هذا الموضوع بس بكل بساطة.